الاشجار وجودتها عامله ازاي. جودتها عاليه جدا بصراحه، توصل معاك لحد 4K ويبقى الجوده اعلى من كده كمان. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من جي تي اي 5. في فيديو النهارده هنركب مع بعض مود جرافيك من اقوى مودات الجرافيك الموجوده في جي تي اي 5 على الاطلاق، ومن اكثر مودات الجرافيك اللي بتهتم بالتفاصيل وبالاخص العشب والاشجار. كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي. ما تنساش دعمنا باللايك والشير والاشتراك وتكتب لنا كومنت حلو من عندك، ويلا بينا نشوف مود الجرافيك مع بعض، ولو عجبك هقول لك ازاي تركبه. واسيبكم مع الفيديو ومشاهدة ده ممتع. زي ما انت شايف كده بدأنا بمود الجرافيك ده. الساعة تقريبا دلوقتي 13، يعني الساعة 1 مساء، والجو صافي اللي هو كلير. يعني زي ما انت شايف كده في بعض الموشن بلور، ده عادي في المود الجرافيك ده وعادي ممكن تحذفها بشكل عادي جدا، ولكن علشان في شمس في الجنب ده وشمس في الجنب ده وهنا في النص في ظلة، فعامل موشن بلور في النص زي الواقعية بالظبط. الجرافيك ده برضو بيأثر على العربيات من ناحية التراب، اللي هو لما العربية بتمشي فترة طويلة او تمشي في رمل او طريق ترابي، فبتلاحظ ان العربية كلها اتملت تراب وبقى عليها بعض الاتربة والاوساخ. زي ما انت شايف كده الجرافيك مفهوش اي مشاكل، وكمان الجرافيك ده قريب ولكن مش بشكل كبير، يعني قريب من جرافيك اللي هو ناتشرال فيجن ايفولفد. زي ما انت شايف هي دي الشاحنة اللي بتكلم عليها، الشاحنة بيبقى عليها اثار التراب وان هي مشيت على طريق ترابي ومسافة طويلة بالشكل اللي انت شايفه ده بكل واقعية زي ما انت ملاحظ كده. حته الفريمات بقى في المود الجرافيك ده، الفريمات في الجرافيك ده مستقره لحد دلوقتي زي ما انت شايف كده، لان احنا في وسط المدينه ومفيش اي حاجه ليها سبب يعني ان اللعبه فريماتها تنزل او اي حاجه من الحاجات دي. لحد دلوقتي اللعبه تمام، ولكن خلي بالك برضو مود الجرافيك ده تقيل جدا ومش سهل يتركب، لان هو اصلا بيدعم ال4K. يعني انت ممكن تشغله على 4K وتلاقي الجوده معاك تمام، ولكن الجرافيك اشتغل معاه تمام في وسط المدينه زي ما انت شايف كده بالشكل ده. ولكن زي ما قلت لك في اول الفيديو ان مود الجرافيك ده بيهتم بالتفاصيل بشكل كويس جدا وبالذات الاشجار، فلو رحت مكان فيه اشجار كثيفه غير اصلا ان مود الجرافيك ده بيزود في الاشجار الموجوده في اللعبه، هتلاقي الفريمات عندك لو 60 هتلاقيها نزلت 32 بشكل طبيعي جدا. هنشوف ده دلوقتي، بس انا حليت الموضوع ده، مش حليته بشكل كامل ولكن حليته بشكل كده بسيط، بان انا رحت عندي على اعدادات الجرافيك وخليت اختيار جرافيك العشب عندي خليته اقل حاجه اللي هو نورمال. هو كان عندي هاي وفي كمان الترا لو حابب، ولكن انا خليته عندي نورمال لان كانت الفريمات بتنزل بشكل ملحوظ جدا. هوريك دلوقتي، افتح لك الام اس افتر برنر وهنشوف دلوقتي الفريمات نزلت ازاي. تعال مثلا نروح عند بيت فرانكلين بالشكل ده كده. بيت فرانكلين معروف ان هو حواليه بيبقى اشجار كتير، زي ما انت شايف كده الشجره دي اصلا مش موجوده، يعني في النسخه الاصليه الشجره دي مش موجوده، هي في الجرافيك ده انضافت زياده، وكمان الصحراء بقت حرفيا مليانه شجر. زي ما انت شايف كده الفريمات حاليا اصلا هي 30، كانت 60 من شويه واعلى من 60 كمان مستقر، ولكن بمجرد اني دخلت في مكان زحمه اشجار زي ما انت شايف كده الجرافيك بقى بالشكل ده، وكمان الفريمات نزلت 30. طبعا انا هعمل كمان جرافيك الاشجار زي ما قلت لك ان هو نورمال اقل حاجه، ولكن زي ما انت شايف كده التفاصيل باينه برضه، تفاصيل التفاصيل كمان، ان الجرافيك ده بيهتم بالاشجار بطريقه فظيعه جدا زي ما انت شايف كده. ما بالك بقى لو خليت على الالترا في العشب ايه اللي هيحصل؟ عندك هنا برضه زي ما انت ملاحظ كده وشايف الاشجار وجودتها عامله ازاي، جودتها عاليه جدا بصراحه، توصل معاك لحد 4K ويبقى الجوده اعلى من كده كمان، ولكن زي ما قلت لك هتضحي ب 30 فريم كاملين. لو فتحت لك الام اس افتر برنر دلوقتي بالشكل ده كده زي ما انت شايف فوق هو حاليا 60 فريم، ولكن لو دخلت مثلا في وسط الاشجار والكلام ده هتلاقيه نزل معاك لحد 60 فريم. انا حاليا 60 فريم مستقر، ولكن وصلت معايا لان هي تنزل ل 30 فريم، فانا بعرفك من دلوقتي علشان لو لقيت فجاه الجرافيك معاك نزل ل 30 فريم ما تستغربش، قول انا قلت الجرافيك عادي بيشتغل بدون اي مشاكل. لا الجرافيك مش شغال على كل الاجهزه بشكل بسيط. لو عاوز الجرافيك ده زي ما انت شايف كده نزل ل 45 فريم اهو، لو انت عاوز الجرافيك ده يشتغل معاك تمام ولوز اللوز يعني ما فيش اي مشاكل، يبقى الكارت اللي معاك يكون 1060 اللي هو جي تي اكس 1060، سواء بقى نسخه 3 جيجا او نسخه 6 جيجا مش هتفرق، وما يعادله برضه من ام دي زي ار اكس 570 580 وانت طالع بقى. وبالمناسبه كمان حزمه العربيات اللي انت شايفها في الشوارع دي هسيبها لك تحت في الوصف برضه. في نقطه كمان، الجرافيك ده في الليل والمطر بيبقى برضه بيضيع فريمات كتير. نخلي مثلا الجو دلوقتي في مطر وده بالنهار، يعني مطر وبالنهار لاحظ كده الفريمات فوق كانت 60 مستقر، بتنزل وبيبقى في دروب فريم 56 59 تبدا تنزل تدريجي، فزي ما انت شايف كده الفريمات وصلت ل 50 هي بسبب ان انا دخلت في مكان فيه كثافه اشجار. تعالى مثلا نخلي الجو ليل، زي ما انت شايف كده الليل واقعي برضو في المود ده، ولكن زي ما انت ملاحظ ليل مع مطر يساوي 45 فريم، وغير كده اللي انا في شارع يعني مليان بالاشجار. لو وقفت المطر بالشكل ده الى حد ما الفريمات رفعت شويه وبقت مستقره. طب يلا بينا مع بعض نروح نشوف طريقه تركيب مود الجرافيك ده ازاي.
ده علشان تركب مود الجرافيك ده عندك انت محتاج اللعبه عندك تكون كلير ما فيهاش اي مودات او اللعبه نظيفه يعني بمعنى صح. عشان تنظف اللعبه انا هسيب لك فيديو طريقه تنظيف ملفات اللعبه تحت في الوصف. عادي ممكن تركب مود الجرافيك ده بدون ما تنظف ملفات اللعبه ولكن هيحصل لك مشاكل. هو مش مؤكد هيحصل لك مشاكل ولكن هيحصل شويه تضارب كده لو عندك اثار مودات جرافيك قديمه مع مود الجرافيك ده هيعملوا دروب فريم قوي جدا جدا وهتستغرب ازاي المود ده مش شغال عندك. كمان نقطه مهمه جدا، لو انت مركب اي ملف من الملفات دي ركبهم معايا مره ثانيه وبنفس الترتيب اللي انا بركبه ده لان المود ده محتاج الترتيب كمان في تركيب الملفات دي. نبدا على طول نفتح ملفات اللعبه بالشكل ده. هنركب اول حاجه سكريبت هوك في احدث اصدار، ناخد الملفين دول نحطهم هنا في ملفات اللعبه بالشكل ده. بعد كده نروح على سكريبت هوك في دوت نت، هناخد الست ملفات دول نحطهم في ملفات اللعبه بالشكل ده. بعد كده الهيب ادجستر نفس الموضوع، الملفين دول نحطهم في ملفات اللعبه. الباك فايل ليميت ادجستر نفس الموضوع، الملفين دول وبرده نحطهم في ملفات اللعبه. تمام كده لحد هنا. طريقه تثبيت برنامج اوبن اي في نيكست نيكست وفي الاخر فينش وبتحدد له مسار اللعبه بتاعك وبيشتغل معاك. بعد كده بتطلع لك ايقونه تشغيل برنامج هنا بالشكل ده، تفتح ايقونه تشغيل برنامج بشكل طبيعي جدا. بعد كده بتضغط على ويندوز بيفتح البرنامج معاك بالشكل ده. بعد ما فتح معاك البرنامج بالشكل ده لو انت اول مره تثبته بتضغط على علامه الصح دي وتعمل لكل الملفات اللي هنا انستول. بعد كده بتضغط هنا على اديت مود. نبدا بقى في تركيب مود الجرافيك. هنركب مود الجرافيك قبل تركيب الجيم كونفج. ده ملف مود الجرافيك بتاعنا، هتفتحه بالشكل ده. بعد كده هتروح هنا على ان بي فيجوال انستولر. هنا علشان تقدر تثبت مود الجرافيك هتسحبه كده على برنامج اوبن اي في، الباسورد هو يوسين، اسم القناه سمول. بيفك الضغط بالشكل ده وبيبدا بقى عشان يثبته. بعد ما فك الضغط بالشكل ده بيفتح لك الايقونه دي، بتضغط هنا على الانستول، بعد كده مودز فولدر، بعد كده بتضغط على كونفيرم انستليشن وبيبدا التثبيت معاك. وبعد ما بيخلص تثبيت بيجيب لك هنا علامه كانسل فبتضغط عليها وخلاص كده تبقى ثبت مود الجرافيك. دي اول حاجه. تاني حاجه نيو لوس سانتوس كاستم، دي عادي ممكن تركبها ممكن لا. ده وظيفته هوريك دلوقتي الجراج بتاع لوس سانتوس اللي في وسط المدينه بيتغير شكله للون البرتقاني زي ما انت ملاحظ كده. عايز تثبتها ثبتها، مش عايز خلاص. بعد كده الموشن بلور زي ما قلت لك في اول الفيديو، في موشن بلور تلقائي في المود الجرافيك ده، لو عايز تشيله بتشيله عن طريق الاختيار ده برضو، بتسحبه على طول على برنامج اوبن اي في، بتضغط على انستول وخلاص بيشيل لك الموشن بلور كله. ده بقى اللي بيزود جرافيك العشب اكتر ما هو متزود، يعني هو اصلا بيبقى عالي وبرضو بيعمل لك زي ما قلت لك، ولكن بعد ما بتركبه بيزود جرافيك العشب اكتر بحيث ان هو يكون اوضح لو انت حابب تلعب على 4K زي ما انت شايف كده. خلاص كده ركبنا مود الجرافيك. نيجي بقى على الخطوه الاخيره، خطوه الجيم كونفج. لو انت احدث اصدار اللي هو 3028 هتلاقي الجيم كونفج انا سايبه لك مع ملف مود الجرافيك اللي هو ده انستير جيم كونفج. بتسحبه كده على طول على برنامج اوبن اي في وهو بيتثبت لوحده بطريقه عاديه جدا. بعد كده مودز، بعد كده كونفيرم انستليشن، بيتثبت معاك الجيم كونفج بشكل طبيعي جدا بدون اي مشاكل. ده بالنسبه لاحدث اصدار. اما بقى الاصدارات اللي اقدم من احدث اصدار اللي هي 3028، طبعا لو انت بتتفرج على الفيديو ده في المستقبل يعني ان شاء الله ولقيت فيه اصدار اعلى من 3028 فهتلاقيني ان شاء الله منزل على القناه جيم كونفج اعلى. نيجي بقى لو انت اصدار قديم اقدم من 3028 هتعمل ايه؟ هسيب لك برضو الجيم كونفج ده تحت، هتفتحه بالشكل ده. بعد كده لو انت اصدار 2944 هتلاقيه هنا، ده اصدار 2944. اما لو اقل كمان هتروح بقى على الاولد فيرجنز، اي اصدار هتلاقيه موجود هنا. ولكن خلي بالك اي اصدار اقل من اصدار 757 فهو ما بيشغلش مودات تقيله. ده بقى من ناحيه مودات جرافيك او مودات حياه واقعيه، هو بس بيشغل مودات اللي بتتعمل على سكريبت هوك في اللي هي الاصدارات اللي اقل من 757. اهو ده اعلى حاجه 757، ده اقل حاجه تقدر تركب عليها مودات كتير. بعد كده بقى زي ما انت شايف كده كل دي اصدارات تقدر تستخدم اي نسخه اصدار منهم. طب ازاي تعرف اصدار نسختك؟ هتيجي عندك كده على ملفات اللعبه، بعد كده تروح على ملف جي تي اي 5، كليك يمين بروبرتيز، بعد كده تروح على ديتيلز، هتلاقي هنا اصدار نسختك. انا اصدار نسختي هنا 3028. تمام كده. طب وليكن مثلا انا اصداري 1868، عرفت ان ده اصداري، هروح هنا افتح الفولدر بتاعه، بعد كده افتح الفولدر اللي بين قوسين هلاقي هنا ملف اسمه جيم كونفج. تركب فين ده بقى؟ هتفتح هنا ملف ابديت، بعد كده ابديت دوت ار بي اف، بعد كده كومن، بعد كده داتا، بعد كده تضغط على شو مودز فولدر وتسحب ملف جيم كونفج ده على طول على برنامج اوبن اي في، فهو بيتنقل بشكل تلقائي. مفيش يعني مش بيطلب منك اذونات ولا اي كلام من ده، بمجرد انك تسحبه خلاص هو اتنقل. وبس كده خلاص انت ركبت مود الجرافيك. لو قابلتك اي مشكله تقدر تتواصل معايا عن طريق اي وسيله من وسائل التواصل بتاعك. بس كده يا شباب يكون انتهى فيديو النهارده، بتمنى انه يعجبكم، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.